السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة أحمد علي. النهاردة بإذن الله أصدقائي جايب لكم موقع جامد جدا للناس اللي بتحب تنفيذ العروض والناس اللي بتحب تشتغل بعيدا عن تنفيذ العروض والبروكسيات والحاجات الصعبة شوية دي. فبإذن الله سواء كنت حابب تنفذ عروض هتكسب، سواء مش حابب تنفذ عروض برضو هتكسب من فيديو النهاردة بالإثبات. وإن شاء الله في الفيديو ده هعمل لك إثبات سحب مباشر قدام عينك عشان بس إيه زيادة مصداقية الفيديو كده. فالمهم بتمنى كل الناس تكملوا معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله محدش هيطلع من الفيديو ده الا وهو مستفاد وكسبان. وبتمنى منكم تدعموا الفيديو باللايك الجميل واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعشان نقدر نكمل ونجيب لكم محتوى حصري بإذن الله ومحتوى يفيد الكل. طيب خلينا نبدأ في الشرح على بركة الله. قبل ما ندخل لموقع النهاردة خالص حابب انوه عن تطبيقي الربحي. ده تطبيق خاص بي انا، تقدر تشتغل عليه لو انت حابب. زي ما حضرتك شايف عندي في التطبيق شركة تاب جوي، بوب سكال، تراي ادز، تي بلاي ادز، لوتا بلاي، موناليكس، عندك اد بارك ميديا، تاسك ويل، عندك بيت لابس ونوتيك، وعندك بريزز لوت، وعندك ادمانتو. فدي الشركات اللي موجودة في تطبيقي يا اصدقائي، والدفع فوري بحد اقصى 24 ساعة. وبالنسبة لوسائل الدفع عندك البير حد ادنى للسحب 10 سنت فقط، كمان عندك البي بال، وعندك باينانس وفودافون كاش، وعندك عملات رقمية، وكمان شحن ببجي وفري فاير عن طريق الاي دي. فلو حابب تشتغل على التطبيق ان شاء الله هسيب لك لينك تحميل التطبيق موجود في وصف الفيديو. اما عن موقع النهاردة فهو الموقع ده اصدقائي، وبتمنى لو انت شفت الموقع قبل كده ما تطلعش من الفيديو، لاني هعرفك الطريقة اللي هتكسبك من الموقع ده بدون اي تعب حرفيا. طيب بعد ما تدخل على الموقع من خلال الرابط اللي هسيبه لك موجود في وصف الفيديو، هتضغط هنا على كلمة ساين اب عشان تبدأ ان انت تنشئ حساب. الموضوع سهل وبسيط، كل اللي عليك انك هتكتب اسمك هنا، وهنا الايميل لازم ايميل حقيقي عشان هيبعت لك عليه بريد تفعيل، هنا الباسورد وتعيد الباسورد وتضغط انا لست برنامج روبوت، بعدين تضغط كرييت اكونت، والموقع هيبعت لك لينك تفعيل على الايميل، هتضغط على اللينك وبكده هتكون فعلت حسابك. فانا هضغط على لوجن لان انا عندي حساب اصلا في الموقع. هنا اصدقائي هبدا اكتب البريد الالكتروني بتاعي والباسورد، واضغط انا لست برنامج روبوت، بعد كده اضغط على كلمه لوجن، وفورا هيبدا يدخلني للواجهه الرئيسيه الخاصه بالموقع. مبدئيا خليني اوريكم اثباتات السحب الخاصه بي من الموقع عشان بس الناس تكون مطمنه، وكمان لزياده المصداقيه هسحب قدامكم من الموقع. هنا زي ما حضراتكم شايفين يا اصدقائي انا ساحب من الموقع كتير جدا جدا، ودي كل السحوبات بتاعتي اهيت تمام، وان شاء الله في الفيديو ده هسحب قدامكم برضو بشكل فوري. طيب هنيجي للواجهه الرئيسيه. بالنسبه لي طرق الربح اللي موجوده في الواجهه الرئيسيه، عندك اول حاجه الاستطلاعات. في حال كنت بتحب تشتغل على الاستطلاعات، الموقع بقدم لك شركات كتير زي سي بي اكس، زي شركه البابا الوين، عندك هنا بلوفيش، عندك ام برايم، عندك شركات كتيرة ومنها كمان بيت لابس. فما شاء الله الموقع بقدم شركات كتيرة جدا، وشركات كلها فخمة، حرفيا كل الشركات دي فخمة مش بتلاقيها في معظم المواقع. ده بالنسبة للناس اللي حابة تشتغل سيرفي او استطلاعات. عندك هنا الاوفر ويل، اول شركة معانا هي ادجيت ميديا، عندك كمان اد جيم، طبعا اد جيم مش بتلاقيها في كل مكان، نادرا لما بتلاقيها في مكان، وكمان ادسند ميديا نادرا لما بتلاقيها في مكان اليومين دول. عندك كمان اوفر تورو، عندك ريفيو، عندك لوتا بلاي، وان ادز، وعندك كليك وول، وعندك شركتين تانيين زي ما حضراتكم شايفين، والشركات شغاله بدون اي مشاكل. ولو جينا برضو على شركه اد جيم كده وضغطنا عليها، برضو الشركه هتبدا تفتح لي بدون اي مشاكل، كل الشركات شغاله وبنقاط عاليه جدا تمام. وملاحظة بالنسبة للناس اللي هتقول لي يا احمد هل استخدام البروكسي مسموح على الموقع ده؟ هقول لك انت ممكن تشغل بروكسي والموقع يدفع لك عادي، ولكن لو الموقع كشفك مش هيدفع لك، عشان بس نكون واضحين. ففي حال كنت عاوز تغامر وتشتغل ببروكسي مفيش اي مشكلة، ولكن لازم يكون بروكسي ريسك صفر حرفيا، والبروكسي ما يفصلش منك تمام يا اصدقائي، لان لو الموقع كشفك مش هيدفع لك. طيب خلينا نرجع للخلف، عندك هنا الاوفر، دي عروض بقى منضافه يدويا، يعني صاحب الموقع هو اللي ضيفها لك يدوي زي ما حضراتكم شايفين، دي العروض اللي منضافه يدوي تمام يا اصدقائي، عروض كتيره طبعا وبعدد نقاط كويس جدا. طيب خلينا نرجع للخلف، عندنا هنا طبعا الربح من مشاهده الفيديوهات، ولكن ديت للاسف مش موجوده الا عند الاجانب. عندك كمان الربح من دعوه الاصدقاء، ودي محترمه جدا جدا،
ده لينك الدعوة الخاص بيك. لو انت خدت اللينك ده وشاركته مع اصدقائك هتقدر تكسب 50 نقطة على كل صديق يسجل من خلالك، ولو صديقك سحب هتكسب 500 نقطة. فصراحة دعوة الاصدقاء محترمة جدا وانصحكم بيها. لو انتوا عندكم جروب تليجرام، عندكم مثلا جروب على الفيسبوك، تقدر تاخد اللينك وتخلي الناس تسجل من اللينك بتاعك وتكسب نقاط من الموقع. عندك بقى اهم ما في شرح النهاردة هو الاختيار ده، ركز لي على الاختيار ده، لان الناس اللي ما بتعرفش تشتغل على تنفيذ العروض هتركز على الاختيار ده. طيب نعمل ايه يا احمد؟ اول حاجة بقول لك هنا انك لو فعلت البريد الالكتروني اللي انت مسجل بيه في الموقع هتبدأ تحصل على 100 نقطة هدية مجانية، اللي هي دوبك ضغطة زرار. البريد اللي هيجي لك على الجيميل اللي انت سجلت بيه هتضغط على اللينك اللي فيه اللي هو تفعيل الحساب، خلاص هيديك 100 نقطة هدية مجانية. طيب سيبك من دولت، خلينا نيجي للاختيار التاني. عندك هنا بقول لك ايه، يعني تابعنا على جروب ستيم واحصل على 100 نقطة، تابعنا على تويتر واحصل على 100 نقطة، تابعنا على الديسكورد واحصل على 100 نقطة وهكذا. عندك الاختيار اللي بعده تقريبا نفس الموضوع اللي هو عمل لايكات وكده. الاختيار اللي بعده ان انت بتكسب من دعوة الاصدقاء، يعني بقول لك لو انت جبت عدد اصدقاء معين هتبدأ اللي انت تحصل على نقاط اكتر. اما بالنسبة لي الاختيار الاخير ده فده اللي محترم جدا جدا، ليه؟ لان انا شخصيا كسبت منه مبالغ حلوة بصراحة. طيب هنا اول حاجة بقول لك ايه، بقول لك اعمل فيديو مدته 30 ثانية فقط بتشرح فيه الموقع، وحط لينك الإحالة بتاعك في وصف الفيديو وانشر الفيديو على اليوتيوب، يعني حتى لو قناة فاضية مفيش أي مشكلة، وهتحصل على 5000 نقطة اللي هما نص دولار، يعني فيديو 30 ثانية بنص دولار. والله الموضوع جامد جدا. طبعا بيكون في مربع هنا بتحط فيه لينك الفيديو، ولكن أنا عشان كنت عامل فيديو قبل كده وحطيت اللينك واداني النص دولار المربع اختفى. تمام يا أصدقائي، أو بتضغط على كلمة سبورت بيوديك لمربع بتحط اللينك، وبعد مثلا 24 ساعة بيبدأ ينزل لك في حسابك 5000 نقطة. هنا برضو عبارة عن انك تعمل بوست على موقعك تقريبا وتحصل على 2000 نقطة اللي هم 20 سنت. هنا لو انت عندك مدونة او موقع بتبدأ اللي انت تعمل تدوينة لا تقل عن 100 كلمة عن الموقع ده، وتحط لينك الإحالة بتاعك طبعا في التدوينة عشان الموقع يتأكد ان المدونة دي بتاعتك، وهتحصل على 10000 نقطة اللي هم 1 دولار. تمام يا أصدقائي، فالاختيار ده مهم جدا وركزوا عليه، لأن والله العظيم اختيار سهل جدا جدا. هنيجي بقى لقسم الويزدرو وهو السحب. طبعا ما شاء الله الموقع بيوفر لنا وسائل سحب كتيرة، من أهمها باينانس وعندك البير. فخلينا نيجي على البير صراحة، لأن البير حد أدنى 10 سنت مقابل 1000 نقطة، وده حد أدنى بسيط جدا. فخليني أنا أجي هنا أسحب مثلا دولار، هاجي على الدولار وأكتب هنا أي دي البير بتاعي بالشكل ده، بعدين أضغط هنا. هنا طبعا بيقول لي هيتم خصم من حسابك 10000 نقطة، أنا طبعا عندي 24000 نقطة، فهقول له confirm withdraw. تمام يا أصدقائي، بيقول لي withdraw success. خلينا كده نيجي على السحوبات بتاعتي نشوف فعلا بعت لي ولا لأ. بالفعل completed. طيب خلينا نروح معاكم كده على البير، نيجي هنا. بالفعل يا أصدقائي السحب وصل في نفس اللحظة، فوالله العظيم موقع فخم جدا، وده اسم الموقع برضو زيادة للتأكيد. طبعا ممكن أسحب كمان مرة على السريع قدامكم، هختار برضو ال1 دولار واكتب هنا اي دي البير بتاعي، كونفير كونفير، برضو السحب فوري. خلينا نتأكد، زي ما انتم شايفين قال لي كومبليتد يعني في نفس اللحظة. خلينا نرجع على البير نحدث، بالفعل وصلت برضو بدون اي مشاكل. فوالله العظيم اصدقائي الموقع جامد جدا، استغلوه واستغلوا تحديدا الميزة اللي بتقول لك اعمل فيديو يوتيوب عبارة عن 30 ثانية مقابل نص دولار، فميزة كويسة جدا. ممكن تعمل اكتر من حساب باكتر من قناة يوتيوب وتبدأ اللي انت يعني تستغل ميزة النص دولار دي. طبعا انتوا مش محتاجين ان انا افهمكم اكتر من كده. لحد كده يكون ده فيديو النهاردة. في النهاية بقى بتمنى لكم كل خير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.